إذا أخذنا بالمجمل بالتأكيد يعني العراق سابقا كان دولة متماسكة قوية، لكنها واجهت هذا الحصار الظالم، أضعفت العراق وأفقرت شعبه وإلى آخره. لو تكلمنا في نظام الحريات، لو تكلمنا في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ملف النظام السابق واضح في هذه المسألة، والاتهامات حقيقية في هذا الموضوع. ولكن مهما كانت الانتقادات، كان لدينا دولة. يعني العراق رغم انتقادات في ملف حقوق الإنسان، كانت الدولة الأولى فيما يتعلق بالنسبة مناهج التعليم. نحن كنا رقم واحد عند في اليونسكو فيما يتعلق بوصول برامج التعليم لأبعد قرية موجودة على الأرض العراقية. الشهادات العراقية كانت شهادات معتبرة، باسبورت العراقي كان باسبورت محترم، العراق كان صفر فيما يتعلق بالنسبة للفساد على والرشوة، العراق كان أيضا خالي من موضوع المخدرات وإلى آخره. يعني اليوم عندما نقارن الوضع الذي نحن عليه اليوم مع الوضع السابق، نجد هناك فوارق حقيقة الأمر. ناهيك عن أنه بصرف النظر عن مثل يعني كما ذكرت الموقف من النظام فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لكن كان لدينا شعب متماسك. لم تكن القضية الطائفية كانت طاغية، لم تكن القضية العرقية كانت طاغية. عندنا تحفظات على النظام، لكن الشعب كان متجانس، ما كان هناك حقيقة الأمر في تهميش، ولم يكن هناك تمييز، ولم تكن هناك فتنة بين أن هذا طاهن، هذا سني وهذا شيعي، هذا مسلم وهذا مسيحي، هذا يزيدي. احنا كنا نشعر أنه شعب واحد تجمعنا الهوية الوطنية. هذه القضية الأساسية فقدناها اليوم. احنا اليوم فقدنا الهوية الجامعة إلى الهويات الفرعية. نزل العراقي من هذا المستوى الراقي للهوية العراقية إلى هوية شيعية، والهوية الشيعية راحت أيضا صارت هوية مذهبية، والسني أيضا نزل من هويته من هوية الوطنية إلى الهوية السنية، والهوية السنية بين هذا الجانب وهذا الجانب، بين صلفي سلفي وبين صوفي وبين إخوان وبين كذا. نزلنا بعد ذلك حتى على العشائر، وأصبحت الانتماء للعشيرة طاغي على الانتماء الوطني. هذا لم يكن موجود في السابق حقيقة. ناهيك عن موضوع السيادة. اليوم الدول تسوي حساباتها على الأرض العراقية. من كان يجرؤ في السابق أن يتدخل في الشأن العراقي؟ اليوم حقيقة الأمر فقدنا كثير من مزايا النظام السابق. كنا نأمل أن الولايات المتحدة التي بنت وبررت غزوها للعراق على ملف حقوق الإنسان، كنا نأمل أن العراق يصبح واحد الديمقراطية، واحد احترام الإنسان وللمرأة وللطفل وإلى آخره. وفعلا نحن في البداية يعني شعرنا أنه ربما سيحصل التغيير في هذا الاتجاه، كنا سعداء أن يحصل التغيير في هذا الملف. لكن هل اليوم المرأة محترمة؟ هل الإنسان له حق أم بالإمكان ومن السهولة اتهامه حتى باتهام بالتهم المفبركة واستهدافه سياسيا كحالة الهاشم يوم على سبيل المثال، وهناك آلاف اليوم من الأبرياء في السجون العراقية وأغلبيتهم سجنوا بناء على تقارير كاذبة ومخبر سري واتهامات مفبركة. أين ملف حقوق الإنسان اللي وعدتونا به أنتم؟ أين المعايير الغرب اللي وعدتونا بها؟ أين هي اليوم؟